بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نتكلم دلوقتي على البلوك فورمات. بنقول ان في عندنا بعض الريستريكشنز للسي ان سي بلوك اللي لازم نضعها في اعتبارنا لما نيجي نعمل عملية البروجرامينج. فلو جينا نقول اول شيء عندنا لازم نضعه في اعتبارنا اتش ماي اللي بيبقى بيتكلم على البلوك اتش ماي كونتين اونلي وان تول موف، يبقى ما اقدرش زي ما انا قلت ان انا جيت قلت هنا G01 يبقى ما اقدرش احط معاها G02 او G03، هي تول موف واحده هي اللي بتكلم عليها. اتش ماي كونتين اني نمبر اوف نون تول موف جي كودز، وات داز ات مين؟ يعني معناه ان انا اقدر احط G90، اقدر احط G20 اكتر من جي كودز اللي هي نون تول موفمنت. خلاص، يعني G90 ابسولوت، G20 بقول انها اشتغل بالانش، اقدر ادول ان دول نون تول موفمنت. اتش ماي كونتين اونلي وان فيد ريت، ما اقدرش احط اثنين فيد ريت بير بلوك زي ما انت شايف انا ايه فيد ريت واحده اللي محطوطه في هذا البلوك. اتش ماي كونتين اونلي وان سبيسيفايد تول اور سبيندل سبيد، يبقى ما اقدرش ان انا اضع اكتر من سبيندل سبيد واحده او تول واحد في هذا البلوك. بمعنى ما اقدرش اقول T03 وT05، لا هو كده مش هيفهم البرنامج، يبقى في حاجه غلط اكيد ومش هيقدر ينفذ البرنامج. The block numbers should be sequential. يعني ايه sequential؟ يعني زي ما انا قلت لك، انا قلت N90 يبقى في N95، في ان ما ينفعش ان انت تيجي تقول لي N90 وترجع تقول لي N85، لا ده لازم يبقوا ايه sequential مرتبين. Both the program start flag and the program number must be independent of all other commands and separate lines. يبقى لازم ابدا البرنامج زي ما احنا قلنا بالستارت فلاج والبروجرام نمبر، والاثنين ما بيبداوش بليتر، دول مفصولين تماما وكل واحد منهم في لاين خاص بيه. اخر حاجه بيقول لي ايه، the data within a block should follow the sequence shown in the above sample block. يعني بيقول لي انا مدي لك اكزامبل اهو عشان تستطيع ان انت تبني عليه البلوك فورمات بتاعته. تعال نشوف الكودز المختلفة. فبنيجي بنقول عندنا ادي الجي كودز، فبيقول لي لو جيت اتكلمت على جي كودز انا عايز اوضح فيها ان في زي ما قلنا في مودل كودز وفي نون مودل كودز. فبيقول لي most جي كودز set the machine in a mode which stays in effect unit which stay in effect until it's changed or cancelled by another G codes. These commands are called modal codes. يعني هنا زي ما وضحنا ونوضح برضو على الاكزامبل ده تاني، ان انا بقول G00. هنا انا مش محتاج هي ستين افكت، ولذلك لما جيت قلت N25 ما قلتش G00Z1، برضو جيت هنا بقول G01Z مديها قيمه وبعدين اف. جيت لما كتبت البلوك اللي هو N35 ما هو اوتوماتيك خلاص هي ستين افكت، مش عايز اقول له هتعمل انتربولوشن او حط لا خلاص اكس ب 3 واي ب 2 ويكمل. مجرد بقى ما دخلت وحطيت G00 يبقى انا كده لغيت الافكت بتاع G01 وبدات بافكت تاني بتاع G00، دي اللي بنسميها المودل كود. فبيقول لي in the example G90 G20 G00 G01 are model codes. فتعال نشوف الموديل كودز، هنجد ان عندنا مجموعه كبيره من G00 G01 G02 اللي هم دول اللي بيتعلقوا اللي هم G01 G02 اللي بيتعلقوا بعمليات التول موف، كلهم بيبقوا ايه موديل كودز. الثلاثه اللي هم 17 و18 و19 اللي هم بتوع البلان، 20 و 21 في بعض الاحيان بيبقى ايه، خد بالك تلاحظ هنا يقول لي G20 وG70 G21 وG71. في بعض المشين بيلدر بيغير بقى يقول لي ايه، لا بدل ما G20 هي انش لا هتبقى G70 هي الانش، وG21 هي اللي كانت متر لا هتبقى G71. يبقى دي ان ايه كده المودل كودز. طيب السؤال هو طب امال ايه هم النون موديل؟ اذا كان ما فيش حاجه اسمها، لا في نون موديل زي مثلا اقول G28 اللي هي جو تو هوم بوزيشن، دي نون موديل. مثلا G04 اللي هي الدول، الدول دي مهمه جدا ان انا لو حطيتها
موضه، لا تبقى مشكله. فانا بقى لازم اقول له ايه، الماشين هتعمل ستوب عندي شغلانه معينه، زي ما اكون مثلا بعمل الدريل في الشغلانه، فالسبين شغال والدرز. فاذا هنا عايز ايه جي 04 لزمن معين بتبقى ايه نون مودال كودز. بكده نكون وصلنا لنهايه هذا المقطع، نراكم ان شاء الله في مقاطع اخرى. السلام عليكم ورحمه الله.